احمد فتوح لاعب المنتخب، طبعا الفتره اللي فاتت كنا بنتكلم ان هو عنده اصابه والجهاز الطبي المنتخب مصر بيحاول يجهزه، ولكن يعني احمد فتوح خف من الاصابه اللي كانت عنده اللي هي في العضله الضمه، كان شد في العضله الضمه او تقل في العضله الضمه، وتعور امبارح وقع على رجله في التمرين، انكل رجله لف سبرين انكل، فجات له اصابه جديده، وبالتالي بعد الكشف الطبي عليه رجله ورمت طبعا وتم استبعاده من منتخب مصر. دي حتى الصورة اهو لأحمد فتوح حاطط كده الحذاء الطبي ده، مثبت فيه أنكر رجله أو كاحل القدم، واستبعاد أحمد فتوح، يعني هو خف من الإصابة القديمة اللي هي كانت بدأ بيها المعسكر اللي هي شد في العضلة الضمة، ولكن أصيب بقى في كاحل القدم وتم استبعاد أحمد فتوح بعد إصابته. طبعا هو مش هيقدر خلاص يكون موجود في الماتشين، ودي المشكله اللي يعني اللي بيواجهها كابتن حسام حسن ناحيه الشمال. احنا الفتره اللي فاتت اتكلمنا قلنا ان كابتن حسام بيحاول يجهز حد من كان في احمد نبيل كوكا، كنا قلنا الفتره اللي فاتت ان كابتن حسام احتمال يضم كريم فؤاد لاعب النادي الاهلي، ولكن النهارده بصراحه كان يعني اختيار غير متوقع ان عمر كمال، مش عشان عمر كمال وحش، لان عمر كمال لعيب مميز جدا وبيلعب الحته دي وبيشتغل فيها كويس، بس كان في قبل كده يعني بعض الخلافات ما بين كابتن حسام وعمر كمال عبد الواحد في النادي المصري، لما كان كابتن حسام بيلعب ماسك النادي المصري وكان عمر بيلعب في النادي المصري، فانا ما توقعتش ان بصراحه كابتن حسام يختار عمر كمال عبد الواحد، ولكن دي حاجه ايجابيه جدا ان كابتن حسام حسن بيفكر في مصلحه المنتخب، مش بيفكر بقى في ان مثلا كان عمر قبل كده تصريحات مش عارف ايه هاجمه او كان في شويه خلافات، لكن ضمه دي معناها ان كابتن حسام دي حاجه ايجابيه جدا بصراحه، ان كابتن فاتح الباب لكل الناس لكل اللعيبه ان هي تكون موجوده، ما فيش اي حاجه هو بيفكر فيها غير مصلحه المنتخب. فانا بصراحه بحيي كابتن حسام حسن على اختياره لعمر، لان انا حتى الفتره اللي فاتت كنت بتكلم على موضوع عمر كمال عبد الواحد وعمر جابر، قلت لا يعني مش هيضم ده ولا ده، انا عارف ان في يعني رواسب كده، لكن النهارده فوجئنا كلنا ولقينا ان كابتن حسام فعلا ضم عمر كمال عبد الواحد، ان هو بعد اصابه فتوح، فدي حاجه زي ما قلت لكم حاجه كويسه جدا ان كابتن حسام بيفكر في مصلحه المنتخب فقط بعيدا بقى عن اي خلافات شخصيه او اي حاجه، ويعني واضح من خلال المعسكر بصراحه ان الجهاز الفني بقياده كابتن جدا في معسكر المنتخب، الجو داخل انا بسال كل يوم كده الاخبار المعسكر ايه، بيقولوا لي لا المعسكر جميل جدا، الناس مركزه، الناس هاديه، المعسكر نموذجي، الناس مركزه في ماتش بوركينا، الناس كلها عايزه تكسب وتفرح الجماهير المصريه، تدريبات ماشيه بشكل كويس، الكل بيجتهد في التدريبات عشان يبقى عنده فرصه في المشاركه. فانضمام عمر كمال عبد الواحد الى صفوف المنتخب، بس مش عارفين بقى هل عمر هيلعب المباراه يبدا المباراه ولا لا، بس ادام كابتن حسام اختاره ده معناه ان عمر عنده فرصه كبيره جدا ان هو يبدا المباراه، عنده فرصه كبيره جدا ان هو يبدا المباراه، بس طبعا كابتن حسام هيشوف حالته ان عمر برده الفتره اللي فاتت ما كانش مقيد مع النادي الاهلي في افريقيا، فما لعبش ماتشين بتوع الترجي، فنقدر نقول ان يعني بقى له فتره مريح، فالمركز ده مش عارف فيه ايه، يعني مركز الظهير الايسر ده عامل صداع للكابتن حسام ولينا كلنا، ان كل اللعيبه اللي موجوده في المركز ده يا اما مصابه يا اما موقوف يا اما ما كانتش بتلعب الفتره اللي فاتت، فخلينا نشوفه. برضو ممكن نتكلم في نقطه المفاضله ما بين عمر كمال عبد الواحد وما بين كريم فؤاد، طب الناس بتقول ما كريم فؤاد لعب مع الاهلي الماتشين اللي فات مع الترجي، طب ليه ما جابش كريم فؤاد وجاب عمر كمال عبد الواحد؟ انا شايف ان عنصر الخبره لصالح عمر كمال عبد الواحد، ان عمر بقاله سنتين ثلاثة موجود في المنتخب، كان موجود مع مستر كيروش قبل كده ومستر فيتوريا برضو ضمه في بعض الفترات، فعمر وعمر لعب بطولة أمم أفريقيا مع مستر كيروش، فعنده خبرات، عمر عنده خبرات ولعب ماتشات تقيلة مع المنتخب، فيقدر يعني يكون عنده خبرات لما يواجه منتخب بوركينا فاسو أكتر من كريم فؤاد شوية، إن كريم ما لعبش منتخب مصر خالص الفترة اللي فاتت، فده سبب أعتقد اختيار أو تفضيل كابتن حسام حسن لعمر كمال عبد الواحد على كريم فؤاد، وكده بانضمام عمر كمال عبد الواحد يبقى النادي الاهلي ضم 11 لاعب في صفوف منتخب مصر، الاهلي عنده 11 لعيب في صفوف منتخب مصر الاول، وعنده بيرسي تاو
منتخب جنوب افريقيا، عنده أليو ديانج منتخب مالي، عنده وسام ابو علي منتخب فلسطين، عنده بعض اللعيبه كمان الشباب او لعيبه المنتخب الاولمبي زي كريم الدبيس وحمزه علاء، يعني عنده عدد كبير جدا. النادي الاهلي ما شاء الله اللعيبه منضمه للمنتخبات المختلفه، منهم 11 لعيب منضمين لمنتخب مصر. لو عمر كمال عبد الواحد لعب مباراه مصر وبوركينا فاسو بدا المباراه، هنلاقي ان نص ملعب وخط دفاع منتخب مصر كله النادي الاهلي. يعني لو اتكلمنا على محمد الشناوي او مصطفى شوبير في حراسه المرمى اهلي، لو اتكلمنا على محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد ناحيه الشمال، رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم، الخمسه دول بحراسه المرمى والدفاع اهلي، في نص الملعب مروان عطيه، ولو لعب اكرم توفيق جنب مروان عطيه مع امام عاشور هيبقى فريق النادي الاهلي، ما عدا بقى الناحيه الهجوميه تريزيجيه هو لاعب النادي الاهلي السابق بس هو لاعب في ترابزونسبور التركي، ومحمد صلاح ليفربول، ومصطفى محمد مهاجم طبعا نانت الفرنسي. ف يعني في احمد نبيل كوكا كمان، بس احمد نبيل كوكا يعني مش هيبدا المباراه، لو بدا بقى كمان ناحيه الشمال يعني معظم فريق النادي الاهلي هيكون هو. بس احنا مش بنفكر اهلي وزمالك وبيراميدز ومحترفين، احنا كابتن حسام اكيد بيشوف الافضل التشكيل الافضل والانسب لمواجهه منتخب بوركينا فاسو. طيب عن منتخب بوركينا فاسو، يعني هنتكلم برضو عن منتخب بوركينا فاسو، حاجه ايجابيه لينا طبعا، ما بنتمناش الاصابات لاي حد، ولكن عندهم غيابات مهمه جدا منتخب بوركينا. يعني زميلي كريم فضل في الاعداد جايب لي الاصابات المؤثره اللي بيعاني منها لعيبه منتخب بوركينا فاسو اللي مش هيقدروا يلعبوا ماتش مصر. عندهم الحارس الاساسي حارس المرمى اسمه هيرفي كوفي، هيرفي كوفي لاعب شارلوروا البلجيكي مصاب، ده لعب 54 مباراه دوليه مع المنتخب وده الحارس الاساسي مصاب. هيرفي كوفي لاعب شارلوروا او حارس مرمى شارلوروا والمنتخب البوركينابي مش موجود، فده برضو قوه من يعني عناصر القوة في منتخب بوركينا. عندهم يوسوف دايو مدافع نهضة بركان، وده أساسا ما تمش اختياره في المعسكر المنتخب، ده لعب 72 مباراة دولية ولعب مع فريق نهضة بركان. عندهم كمان الباك رايت أو الظهير الأيمن عيسى كابوري، ده بيلعب في نادي مانشستر سيتي بس كان معار لنادي لوتون تاون في الدوري الإنجليزي، لعب 36 مباراة دولية برضه مش موجود أو مصاب. عيسى كابوري برضو من اللعيبة المهمة، الظهير الأيمن لفريق لوتن تاون مش موجود مع منتخب بوركينا. عندهم كمان أداما جويرا لاعب وسط فريق ريسينج روخا الأسباني، برضو مدرب ما اختاروش للقائمة وده لاعب 50 مباراة دولية، 50 مباراة دولية. سيريل بايالا جناح أجاكسيو الفرنسي وده برضو ما اختاروش، هم عندهم خلي بالكم لعيبة كتير محترفة فالاختيارات عنده واسعة مدرب منتخب بوركينا، ده لعب 45 مباراة دولية برضه مش موجود. عنده بيرتنر تراوري وده النجم الكبير بتاعهم، نجم أهم نجم في منتخب بوركينا وده جناح فريق فياريال الأسباني ولعب 74 مباراة دولية قبل كده.